السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم شرح جديد اخوانا الاعزاء من شروحات تيك ويز. توجد دورات تعليم الهندسة الصوتية للاخوان المبتدئين، والدورات تكون عبارة عن كورسات كاملة تجيك عن طريق تليجرام او عن طريق الواتساب، تجيك باكج كامل من الصفر بداية المشروع لحد ما تصدر العمل، وبأنسب الأسعار. اللي حاب يتواصل ويانا عن طريق التليجرام راح أخلي لكم الوصف، عفوا الرابط التليجرام بالوصف وبأول تعليق. والدورة تشمل كالآتي: بداية المشروع من الصفر لحد ما تصدر العمل، وبالإضافة إلى شرح مبسط شلون أنا أختار الفلاتر المهمة، شلون أصف الصوت، شلون أشيل النويز، الماستر والميكس، وشلون ارتب الفلاتر الاساسيه، المكاتب، كل هذه الاشياء. وبالاضافه توجد للاخوه اللي الهيئات اللي عندهم اعمال مسجلينها عن طريق الزوم يريدون يعني نشتغل عليها من ناحيه الهندسه الصوتيه والتوزيع الارضيه، وبانسب الاسعار يقدر يدز لنا اياهن. هم يكون التواصل عن طريق التليجرام، فالحاب يتواصل ويانا نخلي لكم العنوان او الرابط مال التليجرام باول تعليق وبالوصف. شبابنا الاعزاء، اكو هواي مشاكل اللي جاي يعاني من عندها، انه مشاكل بالفوكال او بالصوت المؤدي. شوف احنا هنا كل ما نقرب هذه المنطقه البدايات تلقى هذا النويز هنا كلش هواي. النويز هواي طرق ازالته، يعني عن طريق بلجن او فلتر او عن طريق يعني المقص نقطع هذه المناطق. يعني احنا نقدر بهالشكل هذا نقطع هذه، بس هذه الطريقه قد تكون متعبه. يعني انت المفروض تروح على كل مكان بنهايه الجمله انه تشيلها. شوف هسه هذا هنا عندي هذه الطريقه اقدر اقطعها بهالشكل هذا، لكن هذه الطريقه متعبه. انا الطريقة هذه متعبة. شلون متعبة؟ متعبة انه انا امشي ويا العمل اذا كان عمل يعني 30 دقيقة او اكثر، بالاضافة ترجع اذا خصوصا بالمجالس هواي مشاكل، يعني بين انه الزوم يلقط مع صوت الرادود الايقاع والجمهور او ضربة الصدر، فهنا راح انت تصير عندك مشاكل، راح تخلي عندك نويز او تخلي عندك الصوت راح يتضارب. فالطرق هواية احنا، اما عن طريق نعالجها عن طريق البلجن اللي هو الجيت هذا. هذا طبعا هو من ضمن فلاتر الشركة، هذا جدا راقي، بس انت لازم تكون هنا حذر. شنو؟ لو انا هسه اشغل الصوت واعرف هنا لو اصعد بهالشكل هذا، كل ما اصعد او ازود راح يقطع لي، يقطع عندي النويز، لكن ما اخليه بهذه القوة، اخليه يعني اذا صار عندي هنا علامة الحمراء انه جاي يسحف على الصوت الرئيسي، فانا لازم احاذر من هذا الشيء. ليش؟ لانه هسه عندي الامور هنا طيبة، لكن اذا صار الصوت عندي عبارة عن تحذير احمر انه جاي يسحف على الصوت، يعني فانت هسه يجوز تقول شنو يسحف؟ يسحف انه هسه هنا شوف عند هذه المنطقة نهاية الجملة هنا عندك هذا النفس راح المؤدي توقف به، هذه الجملة منا لحد هذه المنطقة هنا صار عندي شنو؟ صار عندي توقف بهذه المنطقة. أنا هذا النفس أقدر أقطعه بهالشكل وأزيله بهالشكل، أو خطوة إلى الوراء كنترول زد، أو بهالطريقة هذه اموته. شوف بهالطريقة هذا اموته، او بالاحرى اقدر ازيله. بس انت اذا زلت هنا راح تطب بمشكلة، الا وهي احتمال انت حذفته بهالشكل واثناء العمل والماوس زحف عندك الصوت، بعد ما راح تقدر تعدله. ليش؟ يعني ما تعرف مكانه الرئيسي وين كان. بس الطريقة الصحيحة انه احنا نختار عن طريق الجيت، يبقى كما هو الحال بدون قص، ونروح نتحكم به. طبعا كثير من فلاتر اللي هي تشيل لك هذا النويز، مو شرط هذا الفلتر، هواي من الفلاتر. حتى بالفاب فلتر عندك، بالفاب فلتر هنا عندك البرو جي اللي هو هذا
هم راق هذا الفلتر تقدر تتحكم به. بس احنا لسهولة هذا البرنامج البعض ما يعرفه نقدر نتحكم به عن طريق هذا، او بالاحرى تقدر انت تضيف عن طريق فلتر اللي هو الفوكال الخاص بالفوكال تشين بالاصدار 13 الكيوبيز 13. هذا الفلتر موجود فقط بال 13. طبعا بيه هواي فلاتر هذا او هذا البلجن بيه هواي بداخله فلاتر داخليه، يعني انت هنا عندك المنطقه هذا القص قاص لك، هو عندك الكات فلتر، عندك الجيت اللي هو هذا نفسه احنا تحدثنا عنه، هذا من ضمن مال الشركه يعني ضمن الفلاتر الاساسيه شركه الكيوبيز لايف اللي هو الجيت. وعندك هنا الكمبريسر، وعندك هنا الايكولايزر تقدر تتحكم به راقة، هذا الايكولايزر مال الشركه طبعا ضايفينه فقط بالكيوبيز ال 13 برو فقط اللي هو فوكال تشين. عندك هنا قسم السينت اللي هو يقتصد لك يعني بالماستر نيتش، ضايف لك الليميجر، الليميجر اللي هو يفتح لك الصوت ويخلي لك الصوت يعني عريض، ما تحس الصوت يعني محتصر بغرفه او بخانه مسقره، لا هو يفتح لك يكبر لك الغرفه. هذا هنا عندك السين تقدر بهالشكل. هنا عندك الديلي، ديلي راقي جدا يعني الضروبات التشقد تريده يردد خصوصا يفيد المجالس الشور. او عندك هنا الريفيرب كذلك، هنا الغرفه تريدها شنو، هنا عندك نوع الريفيرب، او هنا عندك تقدر تخلي الريفير يكون بي ديلي، يعني ريفير وديلي بنفس الوقت اذا تفعل هذه العلامه، او تقدر تتحكم تعطي هنا سولو. وكثير من الفلاتر او الاعدادات اللي بداخله تقدر تتحكم بيها. عندك هنا فلتر الديسر راقي جدا، هذا يشيل لك الحروف السين والحروف اللي في بعض الاحيان تكون نشاز هو يتحكم لك بيها. هنا عندك لو احنا البيتش، البيتش اللي هو اوتيتيون بس ما انصحك به، ليش؟ لانه به مشاكل كلش كثير. هنا عندك المقام، العفو، هنا عندك المقام الميجر والماينر، وعندك هنا الكروماتيك اللي هو التلقائي يقصد لك. فهنا عندك السكيل او المفتاح، هنا عندك الميكس القوة، تقدر يعني يشتغل اوتيتيون طبيعي هذا طبعا، بس هو ما نصحك به يعني ما تحسه شلون جامد يعني ما بي ذيك القوة او ذاك العطاء، فانت لازم تكون يعني اوتيتيون يكون خارجي افضل من هذا الاوتيتيون. هنا عندك انت الدي بي تقدر تتحكم بيها، وعندك يعني اشياء تقدر تواصل بهن. المهم شبابنا ما اريد اطيل عليكم، هذا الشرح بسيط ان شاء الله قد يكون يفيد البعض الاخوه المبتدئين اللي حاب يدخل ويانا دوره، نخليكم الوصف الرابط مال التليجرام تتواصل وياي. طبعا دوره مناسبه جدا للاخوه، ويجيك باكج كامل من اول ما تفتح البرنامج لحد تصدير المشروع، وبالاضافه لايقاعات جاهزه ويفات لطم او صفقات ومؤثرات صوتيه او فلاتر ومكاتب، يجيك كامل فقط تفك الضغط وتنصب، حتى الكيوبيز ال 13 برو موجود وياي يجيك وطريقه تنصيبه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.